مشاهدينا الكرام، اهلا بحضراتكم معانا في هذا اللقاء الجديد من القاهره. من القاهره اليوم اول حلقه في 2014. كل عام وانتم بخير. نتمنى ان يكون عام سعيد على كل المصريين وعلى مصر جميعا، وايضا نتمنى ان نوفق في نيل رضا وقبول الساده المشاهدين في عملنا باذن الله. كل سنه وانت طيب يا ايمن. كل عام وانت بخير يا غاده، وكل عام وحضراتكم بخير مشاهدينا الكرام. اول يوم في السنه الجديده اكيد بيحمل امال كثيره وطموحات كثيره لمصرنا الغاليه. نتمنى ان نناقش هذه الطموحات وهذه الامال، ونحن على اعتاب اول استحقاق رئاسي في خريطه الطريق في مصر بعد اسبوعين من الان، وده هيكون موضوع وقفتنا الحواريه الوحيده في حلقه النهارده من برنامج من القاهره. مشاهدينا، نبدأ مع الأخبار في هذه الحلقة من القاهرة. نبدأ جولتنا الإخبارية من الأزهر. الأزهر يطلق قناة فضائية خلال 3 أشهر باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية لمواجهة الفكر الإرهابي. أعلن فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر إطلاق الأزهر خلال 3 شهور قناة فضائية أزهرية عالمية باللغات العربية والإنجليزية والفرنسية والألمانية لمواجهة الفكر الإرهابي والمتشدد والتدميري والتركيز على وسطية واعتدال المنهج الأزهري، وذلك في إطار رؤى الأزهر لمواجهة الإرهاب. وأكد الإمام الأكبر خلال استقباله الدكتور حازم الببلاوي رئيس مجلس الوزراء أن القناة الآن في مرحلة البث التجريبي، وأوضح بيانا لمشيخة الأزهر أن اللقاء تطرق لمناقشة دور الأزهر في العناية بطلابه ورعاية بكل سبل الرعاية مع تنظيم أنشطة علمية وثقافية للشباب بالتنسيق بين المشيخة ووزارة الأوقاف ووزارة الشباب. نبقى مع حضراتكم مشاهدين الكرام أيضا مع الأزهر، ولكن مع المشهد المناقض على الجانب الآخر، وهو التظاهرات الخاصة بالجماعة التي اعتبرها قرار حكومي منذ فترة قريبة جماعة إرهابية. تظاهرات طلاب جماعة الإخوان الإرهابية في جامعة القاهرة وعين شمس والزقازيق والأزهر بتستمر. تظاهرات هذه الجماعة استمرت بالعشرات من طلاب جامعة القاهرة المؤيدين لجماعة الإخوان المسلمين الإرهابية في شارع الجامعة ومحافظة الجيزة، قطعوا الحركة المرورية أمام الجامعة في الاتجاهين، وردد طلاب الجماعة هتافات مناهضة للجيش والشرطة والدستور رافعين شعارات رابعة. في جامعة عين شمس نظم طلاب من المؤيدين لتنظيم الإخوان مسيرة قطعت الطريق المؤدي لمبنى وزارة الدفاع القريب من الجامعة، مرددين هتافات مناوئة للشرطة والجيش، وفتحت الشرطة المياه على المحتجين ثم أطلقت الغاز المسيل للدموع عندما أصروا على مواصلة قطع الطريق. في جامعة الزقازيق تمكنت الأجهزة الأمنية بالشرقية من ضبط نحو 20 طالبا من أنصار الجماعة الإرهابية لقيامهم بإثارة الشغب ومحاولتهم تعطيل الامتحانات والاعتداء على أفراد الأمن الإداري وإتلاف بعض المنشآت الجامعية. أما في جامعة الأزهر فقد واصل طلاب وطالبات الجامعة من طلاب الإخوان في أنحاء البلاد امتحانات طلاب الجامعة الامتحانات في نصف العام الدراسي وسط إجراءات أمنية مشددة وحالة من الهدوء الحذر. ونتحول إلى أخبار وزارة الصحة وإضراب الجزئي الذي قام به بعض الأطباء. نجاح خطة الطوارئ الشاملة التي أعدتها الوزارة لتقديم الخطة الطبية الخدمة الطبية أثناء إضراب الأطباء الجزئي. أعلنت الدكتورة مها الرباط وزيرة الصحة والسكان نجاح خطة الطوارئ الشاملة التي أعدتها الوزارة لتأمين استمرار تقديم الخدمة الطبية وعدم تأثرها أثناء الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة خلال اليوم الأول من يناير، مشيرة إلى أن هناك 10 محافظات لم يحدث فيها إضراب على الإطلاق، في حين حدث إضراب جزئي في 30 من مستشفيات وزارة الصحة في محافظات أخرى. وأكدت وزيرة الصحة على انتظام تقديم الخدمة للمرضى من خلال الطوارئ والاستقبال في المستشفيات التي أغلقت فيها العيادات جزئيا أو كليا، وأن الإضراب لا يشمل خدمات الطوارئ بمرافقها من معامل وأقسام أشعة والعمليات الطارئة والغسيل الكلوي والحضانات والرعايات والحالات الحرجة والحميات والإسعاف وأي خدمة طبية عاجلة، ولا على التطعيمات أو استخراج شهادات الوفاة والميلاد. أضافت في
تصريحاتنا اليوم أن الوزارة كانت قد ألغت جميع أنواع الإجازات لجميع العاملين بمرافق الإسعاف على مستوى الجمهورية قبل وأثناء الإضراب، إضافة إلى التأكد من حالة جميع السيارات وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها وتوافر جميع المستلزمات الطبية والأدوية بالكميات المناسبة في وحدات الطوارئ والرعايات والأقسام الداخلية ومنافذ الصرف. مشاهدينا الكرام، للمزيد من الرأي والمتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف للحديث حول هذا الموضوع الدكتور أسامة عبد الحي وكيل نقابة الأطباء. أهلا بك دكتور أسامة. أهلا بك أستاذ أيمن. أهلا بحضرتك وتحياتي لحضرتك، كل عام وحضرتك بخير، وأرجو أنه يعني أسئلتي ما تزعجش حضرتك في هذا الموضوع. طبعا حضرتك من المنضمين بالتأكيد لهذا الإضراب الجزئي. ايوه دكتور اسامه، حضرتك من المنضمين طبعا لهذا الاضراب الجزئي في نقابه الاطباء. احنا من في مجلس النقابه المنظم اللي بينظم هذا الاضراب. نعم دكتور اسامه، اسمح لي اسال، ما الهدف من هذا الاضراب؟ بمعنى هل هذا الاضراب ممكن يكون له هدف من خلال هذه الوسيله في الاضراب الجزئي، ام انه ممكن يتم تسييسه؟ اتفضل يا فندم. الحقيقه سؤال ده كويس قوي، الصوت بتاعك بيقطع على فكره. معلش عذرا، واحاول يعني اكون مع حضرتك متواصل واسمع اجابه حضرتك على هذا السؤال. هو السؤال بتاعك ده سؤال كويس جدا، لانه انا عايز الاول ااكد انه زي ما الوزاره كانت حريصه عامله خطه انتشار سريع وخطه طوارئ علشان تحافظ على الخدمه الطبيه المقدمه للمرضى، الاطباء المشاركين في الاضراب كانوا على نفس الدرجه من الحرص على اداء الخدمه الطبيه للمرضى، وانه لا يعني لا يضر اي مريض من الاضراب، بحيث انه الاضراب كان في الحالات اللي هي ما فيهاش اي صفه عاجله وكان في الاعداد الخارجيه بس، ولو اي مريض تعبان يطلع الاستقبال ويتم توقيع الكشف عليه ويتم وصف العلاج اللازم ليه. نعم. فالاطباء حريصين على المرضى بنفس الدرجة زي الوزارة بالضبط. نعم. النقطة اللي أنا عايز أقولها لحضرتك، ليه الأطباء كان الإضراب ده؟ لأنه حصل إنه من أكتر من شهر بتاعت الجمعية العمومية اللي كانت قبل الانتخابات، كان تقدمت الوزارة بعرض مجموعة من الحوافز والبدلات للأطباء على إنها مشروع الكادر، فتاخد قرار بالإجماع في هذا اليوم إن هذا ليس بديلاً عن الكادر وليس كادرا، وانه مجموعه من الحوافز والبدلات ما هياش المشروع الكادر اللي كان بيطالب بيه الاطباء بقالهم اكثر من سنوات. وعشان كده احنا عملنا الاضراب اضراب جزئي لمده يوم واحد احتراما للظروف العامه التي تمر بها البلاد. فالحاجه المهمه يوم واحد يعني مش مستمر الفتره اطول من كده بالظبط، لانه احنا انه لغايه يوم 8 يناير في يوم من اوان الاضراب. لا اطلاقا، لمده يوم واحد النهارده، وبعدين يستمر العمل النهارده فقط يوم واحد في الشهر، وبعدين يستمر العمل طول الست ايام القادمين، وبعدين يتعمل اضراب جزئي لمده يوم واحد برضه اللي هو يوم 8. اذا والهدف مش الاضراب في حد ذاته، اذا لم يحدث تطور استجابه الوزاره لطلبات الاطباء. افهم دكتور اسامه انه يعني هذا الاضراب الوسيله معمول بها في كثير من دول العالم بتهدف للضغط من اجل تحقيق مصلحه بيراها طبعا مجلس نقابه الاطباء في هذا التوقيت مشروعه، لكن ده يعتبر يعني اول تصرف لمجلس النقابه الجديد، ففي اي سياق يمكن ان نفهم ذلك؟ بالضبط. لا هو الحقيقه هذا القرار، الحقيقه القرار بهذا الاضراب تم اتخاذه سابقا قبل انتخابات المجلس. احنا وظيفه هذا المجلس، مجلس النقابه اللي تم انتخابه حديثا يوم 13 الشهر اللي فات، احنا لا 13/12، احنا من واجبنا تنظيم الاضراب وليس الغائه او تاكيده، يعني احنا مش من حقنا نلغي الاضراب، احنا بننظم الاضراب لان ده كان قرار جمعي عمومي، وعشان كده نظمناه في انه يبقى يوم واحد. والنقطه الهامه قوي اللي حضرتك قلتها دي عدم استغلاله سياسيا، احنا خدنا قرار بالاجماع في مجلس النقابه انه بحظر رفع اي شعارات سياسيه او انه استغل
بالتحديد من جانب الاخوان المسلمين مفهوم انه يتغل او يترفع شعارات سياسيه او شعارات رابعه او غيره، وانه اضراب خاص بالاطباء رساله ان الاطباء مش غير راضين او لا يعتبروا مجموعه الحوافز والبدلات اللي الوزاره اعلنتها انها بديل عن الكادر. واتفقنا خدنا قرار بانه اي طبيب يرفع شعارات سياسيه او يحاول استغلال الموقف سياسيا يتم تحويله لمجلس تاديب في النقابه على اعلى مستوى. ولهذا السبب الحقيقه معظم انت عارف انه كان الاخوان على موقعهم اعلنوا انه هيشاركوا بقوه وهيبدا عصيان مدني في مصر من اضراب الاطباء والكلام ده كله، كل ده طلع هباء، لانه لما حطينا هذا الشرط وحطيناه في بروتوكول الاضراب ووزعناه على كل المقرات الفرعيه هما ما لم يقدروش يستغلوا هذا الاضراب، ما قدروش خالص. وانا كنت متاكد ان هم مش هيقدروا، ومتاكد من وعي الاطباء ومتاكد من وعي الشعب المصري، واليوم مر بشكل حضاري جدا الحمد لله. وكان عندنا نسبه مشاركه في الاضراب وصلت في مجملها متوسطه على مستوى الجمهوريه ل 75%. فبعض في محافظات فعلا كان المشاركه ضعيفه، بس كان في محافظات المشاركه قويه جدا زي القاهره واسكندريه، والقاهره واسكندريه تمثل 40% من اطباء مصر. وصلتم رسالتكم يا دكتور اسامه، ونتمنى انه يوم 8 يناير اذا طبعا زي ما حضرتك اشرت تكرر هذا الاضراب لمده يوم واحد فقط مره ثانيه الا يؤثر بالتاكيد على حاله المرضى في مصر، ونتمنى طبعا سلام الجميع. لا نسمح انه اثر على حاله المرضى، وان شاء الله نوصل لحلول ممتازه قبل حتى يوم 8 يناير. بشكرك جدا على التاكيد ده الدكتور اسامه عبد الحي وكيل نقابه الاطباء. ونتحول مشاهدينا إلى سيناء. القبض على 10 من المشتبه بانتمائهم للجماعات التكفيرية والإرهابية بشمال سيناء. ألقت القوات المسلحة والشرطة القبض على 3 أفراد من المشتبه في قيامهم بوضع عبوات ناسفة على الطريق الدولي العريش رفح، كما تم القبض على 7 آخرين من المشتبه في انتمائهم إلى الجماعات التكفيرية والإرهابية. صرح المتحدث العسكري الرسمي العقيد أحمد محمد علي أنه تم حرق وتدمير سيارتين ودراجتين بخاريتين بدون لوحات معدنية أو أوراق رسمية، والتي تستخدمها العناصر الإرهابية في الهجوم على النقاط الأمنية، وكذلك حرق 11 عشة تستخدمها العناصر التكفيرية. كما نجحت إحدى الدوريات في إبطال مفاوض عبوة ناسفة موضوعة بجوار دانة مدفعية ومجهزة بدائرة تفجير كهربي عن بعد، والتي تم وضعها أسفل خزان المياه بقرية الريسة. وللمزيد من المتابعة ينضم إلينا عبر الهاتف ماهر إسماعيل مراسل التلفزيون المصري. ماهر، ماذا لديك من تفاصيل حول القبض على 10 من العناصر التكفيرية والإرهابية في سيناء؟ نعم، هذا بالفعل كما ذكر المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي من خلال صفحته على موقع التواصل الاجتماعي أن عناصر إنتاج القانون والشرطة قامت بحملة أمنية استهدفت عدة مناطق بمدينة جنوب الشرقيين، أوقفت خلال 10 أفراد بينهم 3 أشخاص للاشتباه في قيامهم بوضع أبواب ناسفة على الطريق الدولي بين العريش والشرقيين أمس الأساء. الجهات المختصة الآن تقوم بالتحقيق مع هؤلاء الموقوفين لبيان مدى علاقتهم بتلك الأحداث، وحتى الآن لم يتم الانتهاء من التحقيقات. الحملة كذلك حملة أخرى أوقفت 44 شخصا مطلوبين لتنفيذ أحكام قضائية في قضايا مختلفة بينهم متهمين جنائيين، وتتخذ الآن الإجراءات القانونية لتنفيذ أحكام القضائية بحقهم. الحملة قحطت 9 منشآت صندوقية و12 شريط العريش للتأكد من عدم وجود أشخاص مطلوبين لأجهزة الأمن مقيمين بداخلها. الحملة ضبطت كذلك 8 قمة أسمدة زراعية مدعمة على مدى شحنتين معدل بيع سوق الصناعية. نعم ماهر، لكن هناك جزء من الخبر بيقول ان تم القاء القبض على 3 من المشتبه بهم قاموا بوضع عبوات ناسفة على الطريق الدولي العريش رفح، متى كانت تستهدف هذه العبوات الناسفة؟ العبوات الناسفة التي عثر عليها بالامس احداهما تم ابطال مصانها بمعرفة خبراء المفرقعات، والاخرى انفجرت دون ان تحدث اي اصابات ماديه او بشريه في السيارات او المواطنين العاديين على الطريق. حتى الان ما زال هؤلاء الموقفين تحت ذريعه الاشتباه، وجاري فحصهم
لبيان مدى علاقتهم بتلك الحوادث. نعم، ماهر اسماعيل مراسل التلفزيون المصري، شكرا جزيلا لك. آخر أخبارنا.